بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حرف الزاي. صحو تمرين حرف الزاي. ضع دائرة حول الحرف الصحيح الذي تبدأ به كلمة كل كلمة. مثلا صويرة فيها زيتون. أضع دائرة حول زا بالفتحة، نكتب زا زيتون. زر، أضع دائرة حول زي بالكسرة، أكتب زي زر. هذه زينة، أكتب أضع دائرة حول زي، أكتب زي بالكسرة زينة. بعد زيتون، أكتب أضع دائرة حول زا، أكتب زا زيتون. هذه زبدة، أضع دائرة حول زو، شوف زو. هذه زهور، أكتب أضع دائرة حول زو، الله أكبر. زو ضمة. السلام عليكم ورحمة الله.